هناك أماكن على سطح الأرض تهطل فيها الأمطار بغزارة، وهناك أماكن أخرى لا تهطل فيها الأمطار بتاتاً. ولكن ماذا عن هطول أشياء غريبة من السماء؟ سوف نقدم لكم في هذا الفيديو مجموعة من الأمطار الغريبة التي ربما لم تكن معروفة من قبل. في سبتمبر من عام 2017 في إحدى المدن المكسيكية، كانت السماء ملبدة بالغيوم وتمطر فعلاً، لكنها كانت تمطر أسماك. قد يبدو الأمر غريباً على أي شخص لا يعيش في المكسيك، إلا أنه يعتبر أمراً عادياً نظراً لتكرار حدوث عواصف على طول الساحل البحري هناك، حيث تقوم الأعاصير والعواصف المصاحبة للأمطار برفع الأسماك من البحر، ويساعدها في ذلك قوة الرياح وانخفاض الضغط الجوي داخل منطقة الإعصار. ويتكرر حدوث هذه الظاهرة الجوية سنوياً هناك، إلا أن بعض الناس يعتبرها نادرة. في أستراليا أيضاً يحدث نفس نوع الأمطار الغريب هذا، ففي مارس عام 2016 أمطرت السماء في مدينة كوينزلاند الأسترالية مطراً غريباً من الأسماك، ولكن ما أدهش السكان أكثر هو عدم وجود أي أنهار في المكان الذي سقطت فيه الأسماك. هناك نوع آخر من الأمطار الغريبة وهي أمطار العناكب. حدثت هذه الأمطار الغريبة في مدينة نيو ساوث ويلز تحديداً في مايو 2015، حيث انتاب السكان الظهر وكان الأمر أشبه بأفلام الرعب، إلا أن العلماء كالعادة أخذوا يؤكدون لهم أن ما من شيء غريب في تساقط أمطار من العناكب عليهم. والأمر فعلاً متكرر الحدوث، حتى أنه يتكرر كل عام في الولايات المتحدة وبريطانيا وحتى في البرازيل. ويمكن تفسير أمطار العناكب علمياً، ففي كل عام تتسلق العناكب الأشجار ثم تقوم بصنع شبكات من خيوطها الخفيفة على قمم الأشجار، ثم تهب رياح عاتية فتتطاير البيوت بعناكبها. النوع التالي من الأمطار هو من النوع الذي قد يرعبكم حقاً. تخيلوا أنكم تخرجون في يوم ممطر عادي لتجدوا أن السماء تفاجئكم بسقوط أمطار دموية من السماء. يصاب الناس بالذعر وقتها، حيث يعتقدون أنها دماء حقيقية، إلا أنها مجرد مياه ملونة. ويدور الكثير من الجدل حول مصدر هذه الدماء في كل مرة يسقط فيها، حيث يعتقد البعض أنها تلونت من انفجار بعض النيازك، فيما يظن البعض الآخر أنها كائنات أحادية الخلية. إلا أن العلماء في كل مرة يجدون تفسيراً علمياً ومنطقياً على كل ذلك، حيث يقال أن الأمطار الدموية التي شهدتها الهند في عام 2001 كان سببه بعض الطحالب الحمراء التي اختلطت مع المياه في طبقات الجو العليا ثم سقطت على هيئة أمطار حمراء، بينما يرجع سبب سقوط أمطار حمراء على أوروبا إلى اختلاط غبار العواصف المسافر عبر أفريقيا بمياه الأعاصير. بالعودة مرة أخرى إلى أستراليا، تلك القارة المتميزة في أجوائها ضربت القارة موجة حر شديدة جداً في يناير 2018. تفاجأ السكان بهبوط الكثير من الخفافيش على شكل مطر من السماء، حينما وجدت هذه الخفافيش درجة الحرارة تصل إلى 47 درجة سلسيوس، وبأنه لا يوجد مكان رطب تبئ فيه، وقد توصلت الإحصائيات إلى وفاة ما يقرب من 100,000 خفاش بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق. في 9 مارس 2008 تم إطلاق مركبة باسم جولز فيرن، والتي كان هدفها الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية وتوصيل بعض الأغراض لها. وكانت حمولة هذه المركبة متنوعة وثقيلة، فقد كانت تحمل 500 كيلوغرام من الطعام و140 كيلوغرام من قطع غيار و80 كيلوغرام من الملابس، كما أنها أوصلت لرواد الفضاء في المحطة ما يقرب من 270 كيلوغرام من المياه. وقد كللت مهمتها بالنجاح، إلا أن رحلات من هذا النوع لا تعيش طويلاً، حيث دخلت المركبة في الغلاف الجوي للأرض في 29 سبتمبر، وكان منظر احتراقها أحد أجمل المناظر التي يمكن رؤيتها على الإطلاق، حيث سقطت المركبة من ارتفاع 120 كيلومتر على المحيط الهادئ على بعد آلاف الكيلومترات من نيوزيلندا. هل سمع أحدكم من قبل عن جيل النجوم؟ هو نوع غريب غير معلوم المصدر من المواد يجده الناس على الدوام في أنحاء متفرقة من العالم. وعلى الرغم من عدم معرفتنا مصدره، إلا أن أول مرة تم ذكر هذه المادة فيها تعود للقرن الرابع عشر الميلادي. وبالرغم من أن بعض الناس يفضلون الاعتقاد بأن هذه الأشياء قادمة من حضارات غريبة خارج الأرض، إلا أن العلماء يعتقدون أن هذه الأشياء تعود للضفادع وغيرها من الحيوانات التي تتغذى على الطيور،
ثم تفشل في هضم أجزاء من أجساد هذه الحيوانات فتعود لبسطها على الأرض. في ولاية فيرجينيا وتحديداً في عام 2015 اكتشف الناس هناك سقوط قرش من السماء. بالطبع تبدو القصة مشوقة، إلا أنه لم يكن قرشاً كبيراً وضخماً كما يدور في مخيلتكم الآن، حيث اكتشف بعض الأطفال الصغار وجود سمكة قرش صغيرة ملقاة على الأرض، حيث يبدو أن أحد الطيور قام باصطيادها ووقعت منه على الأرض، ورغم ذلك تبدو القصة مشوقة. في فلوريدا العام الماضي شهد السكان مطراً غريباً بسقوط الزواحف، ولكن الزواحف سقطت من الأشجار وليس من السماء، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل مفاجئ العام الماضي، مما أدى إلى برودة الدم في عروق هذه الزواحف وتوقفت عن الحركة، ولذلك سقطت من على الأشجار. كانت السحالي لا تزال حية، إلا أنها لم تستطع التحرك بسبب تصلب الدم في شرايينها بفعل البرودة، حيث تعيش هذه الزواحف في بيئة دافئة أكثر.